استقبل الفريق ركن مع الشيخ راشد بن عبد الله الخليفه وزير الداخليه صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف ال سعود وزير الداخليه بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه لدى وصوله عصر اليوم الى مملكه البحرين على راس وفد امني رفيع المستوى في زياره رسميه للبلاد تستغرق ثلاثه ايام كما كان في استقبال سموه سفيرا البلدين وعدد من كبار المسؤولين بوزاره الداخليه وتأتي هذه الزياره في اطار العلاقات الاخويه والمتميزه التي تجمع مملكه البحرين والمملكه العربيه السعوديه الشقيقه التي زادت قوه ورسوخا في عهد القيادتين الحكيمتين حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكه العربيه السعوديه الشقيقه حفظهما الله ورعاهما وما يبدو له من رعايه واهتمام بمصالح المواطنين والحرص على امنهم واستقرارهم وتامين العيش الكريم لهم في كلا البلدين الشقيقين